صباح الفل يا معلم سالم. قابلك النهارده جاموس بصف النفوس، وراجع لك النهارده بمزرعه كامله متكامله. تمام. هقدم لك سعر من 8500، هقدم لك مزرعه كامله متكامله. هرجع لك النهارده باجراد ايطالي بيور. اللهم صل على سيدنا النبي. العراق البيور. اللهم صل. بقدم لك هنا عجلات هولستاين جاموس بيور. تمام. كله دعمنا صلاة النبي محمد. عليه الصلاة. بقدم لك هنا 18 عرض جاموس في عرض واحد. 18 عرض. هقدم لك 180 راس. وكله من قلب ذرة حب النبي صلى عليه. عليه الصلاة والسلام. بقدم لك هنا سوق كامل متكامل. تمام. لو قلبك ذرة حب النبي صلى عليه. عليه الصلاة والسلام. هنا من 8500 عصري على قناة سوق بلدنا. وحياة النبي محمد لعنا صلاة سيدنا رسول الله. صلى الله. بقول لك هنا سعر لجمهورية مصر العربية. تمام. ومس على اخواتنا المغتربين اللي ربنا يا معلم سالم. جايب لك النهارده زلزال. جايب لك النهارده اجلات ايطالي 10 دبابات. اللهم صل على سيدنا النبي. وبعد الاخر يا مدير ودعمني بصلاه النبي محمد. علي الصلاه والسلام. اجلات يا حاج عبده ايطالي. اللهم صل على سيدنا النبي. يا رجاله بفضل ربنا احنا في داخل مزرعه طنبورة السيلات، مزرعه الحاج احمد ابو الحاج، فيها المنوفيه، قريه عرب ابو ذكري. كله يدعمنا بصلاه النبي محمد، يدعمنا بلاغ صغير كده عشان بس نلف العالم كله. دي العجلات الحاج سالم اداني التليفون النهارده، قال لي عرض لك عجلات الحاج عبده النهارده من المال الطيب، وادعمونا كده، ادعمونا عشان بس نلف العالم كله. عقول مجنسه يا رجاله، دي العجلات تعمر بيوت. اللهم صل على سيدنا النبي. لو عايز حاسس السلاله يجي عند الحاج سالم، يجي عند الحاج سالم بتاع السلالم وينفخ العرض. انت الخسران جدا 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 يا معلم سالم. يا صباح الورد عليك، يا صباح الياسمين، صباح القشطة على الدفاع الامريكاني. احلى مسا عليك. عليك يا عم عبده وعلى كل مشاهديني وكل محبيني من داخل مصر وخارج مصر. رجالك النهارده بعرض معنى كلمه العمد هنا عجلات ايطالي بيور 10 دبابات. تمام. وال10 النهارده عامل لك عليهم عرض للساده المشاهدين سعر معنى كلمة سعر. تمام؟ يا حاج عبده الاجلات 10 اجلات جاموسي ايطالي لاعمار 4 شهور يا حاج عبده. 4 شهور. تمام. رقم 2 يا باشا اهي. اللهم صل على سيدنا النبي. ايطالي بيور. ما شاء الله تبارك الله. تمام. كله دعمنا صلاة النبي محمد. علي الصلاة والسلام. رقم 3 يا عم عبده زلزال. ما شاء الله تبارك الله. رقم 4 رجالة، أقول يا رجالة مال الطبقات. دي العجلات على معلم سالم. عجلات تعمر بيوت. هي اللي تصرف عليك مش انت تصرف عليها، لا. يعني شهر 40 يوم تاكل ربنا يكرمك فيهم تبيع وتكسب احلى 10 تفاحات امريكيه من معلم سالم. وعلم بقى الذكر العراقي اللي دي يا رجاله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. معلم سالم. هنا رقم 7 وصلي على النبي تكسب. عليه الصلاه والسلام. وال10 الات يا حاج عبده. ال10 بيضربوا نار. تمام. وال10 تلقيح ايطالي رقم 8 ورقم 9 يا حاج عبده. اللهم صل على سيدنا. ورقم 10 هنا زلزال. ما شاء الله تبارك. 10 عجلات ايطالي هنا بيضربوا نار. واللي عايز العرض ده رزق المشتري وصاحب النصيب. ادعمنا بصلاه النبي محمد. رقم التليفون 010 14 88 45 22 صلاة على رسول الله. ليه بتصب عليك على البث؟ على دماغنا ليبيا واخواتنا المغتربين على دماغهم. يا معلم سالم ال 10 حتة يا باشا. 10 تفاحات امريكان. 10 تفاحات امريكان ايطالي. اللهم صل على سيدنا. ال 10 بيضربوا نار. ال 10 رجال العجلات دي بما يرضي الله مش في 21 و500، لا، زي ما الناس بتقول. خليك هنا عند مركز تدريب الرجاله. اللهم صل على سيدنا النبي. يا معلم سالم وال10 دول بقى اللي اخدنا المكترين بكام؟ ال10 النهارده بدري ب 265. ما عنديش. دوس لايك حلو كده. دوس صلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عنديش 265 ولا عندي 245. هنا بما يرضي الله ب 285000 يا عم عبده. بكام؟ ب 185000. على 18000 500. 18000 و500 جنيه ونفتح العرض لسه ولسه لسه. الحاج سالم بقول لك خليك على بس ده الكلام ده يا حاج سالم، مش عند الحاج سالم.
كم؟ والله عندي 185. لا 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 سيدك الجاموس بصف النفوس. تمام. وانت هنا في مصدر الجملة. هنا يا عم عبده بمرض الله ب 155,000. ب 155,000. ودي ايه؟ العشرة ب 155,000. على كام يعني؟ اجلتهم 15,500 جنيه. عندك توصيل المنيا؟ عندي توصيل لاي مكان دلوقتي. يبعت عرفونا بعتله بهيمو حاج عبد. لا 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 معلم سن رقم تليفون الحجز رقم ده رقم التليفون فورا. 010 برا عليك كده حاج سن. 010 14 88 45 22 صلاة على رسول الله 22 ب 155 اجلات تحسن عندك سلاله في الصعيد 15,500 جنيه. اللي عايز يحسن رجاله سلاله فوق جايب لي اقول ايطالي ما شاء الله تبارك الله وانفتح العرض وما يرضي الله اقول احسن اقول السمنتال بيور اجل رجاله ايه؟ الفخده عض مش شاسيه حاج سالم العرض بتوده بكام؟ ب 155 والله بسعر الجمله. ربنا يبارك يا معلم. هنا مصدر الجمله. ربنا يبارك يا معلم سالم. هنا بيرد اللي واللي عايزه تحت امره يا عم. طب والاجل العراقي ده لوحده؟ دي اجل العراقي لوحده. بكام؟ عامل 15,500 جنيه. 15,500 يعني 10 عجول ايطالي وعندك اجل عراقي طوله في وسطهم. يا معلم سالم. اللي عايز ال 11 ياخدهم. اللي عايز ال 11؟ ياخدهم. تمام. اللي عايز افتكر لوحده ياخده، عايز ال 10 نوت لوحديهم ب 155. ادعمنا الصلاة النبي محمد. وعندي الجاموس بصف النفوس. عندك جاموس؟ وانا دوس. خش عرض يا حاج سالم. عند صلاه سيدنا رسول الله. بس يا رجاله خليكم معانا على البث. ادعمونا كده يا رجاله بصلاه النبي محمد، ادعمونا عشان البث ده يلف في العالم كله. لسه يا رجاله لسه هنقدم لك حاج سالم عجله. عندك عجله واحده في المزرعه؟ عندي واحده في المزرعه اجله بس ب 8500. اجله انتهى. عمرك كم يوم؟ 30 يوم. 30 يوم تبع عليه الصلاه والسلام. احنا لكنا 10 ابطال 10 تفاحات 10 دكوره مش اناتي وال10 عمار شهرين يا حاج عبد شهرين. تمام. وال10 شعالي ال10 بمسك لها بعمر 10 شعالي بمسك لها بعمر ما شاء الله تبارك الله 10 دكوره معنى كلمه دكوره يا حاج عبد. يا معلم سالم العرض ده بالله عليك اهم حاجه السيده ماشيين معانا على البس عايزين السلعه والسعر والسلاله. عقول يا رجاله هنا عجل احسن من عجل السمنتال بيور ما شاء الله تبارك الله. عايز خمسه من اي عرض يا عم عرضه ابيله. العرض مش زي بعضه تمام؟ اللي عايز خمسه طالع ابيله. اللي عايز منهم عجل ابيله. 10 مش زي بعضيهم. في كبير وفي صغير. معلم سالم. السعوديه بمصر على البث معانا. السعوديه على دماغنا من فوق اخواتنا المخلعه. صلي على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. 10 دكوره شعاري. 10 دكوره شعاري. والاعمار شهرين الحجم كله شهرين يا حاج عبد. الحجم ده كله؟ شهرين. تمام. وال10 اكلين. ال10 اعمار خشنه. تمام. ودعمنا صلاه النبي محمد. عليه الصلاه والسلام. الام ده كله الاكل والشرب يا حاج عبد. الام ده كله؟ الاكل والشرب. قول لي بس السعر كام؟ السعر النهارده كام؟ كام؟ السعر مثلا من 155. ايوه. هنا عامل لك تخفيض عالمي للسادة المشاهدين ب 125,000. دوس لك حلو. وما عنديش 125 هنا يا عم عبده كام النهارده؟ يا عم عبده كام؟ ما عنديش 125. ما عندك كام؟ عندي لك كام النهارده؟ الاكسر بتصب عليه. على دماغ الاكسر يا عم عبده كام النهارده 10 دول؟ بكام؟ ب 112,000 جنيه. ب 112,000. ب 112 عقول شعال. طب الناس الحبه بتتابعك؟ والناس دعمني صلاه النبي محمد. ايوه. ما عنديش الكلام ده يا حاج عبده. بتقول يا حاج سالم؟ ما عنديش. بما يرضي الله كام؟ بكام؟ ب 100 ب 105,000. على كام يا حاج سامي يعني؟ على 10,500 جنيه. اجل يا رجاله اهو اجل خليط ايطالي 10,500 جنيه. النهارده اللي عنده جد يبيعه ويجي ياخد تشكيل بيع من عند الحاج سالم من نار بما يرضي الله. والعرض ما رجال عجل صغير مسلح. عجل من دلوقتي شاسيه عظم حلاوه واما في ده كله الاكل والشرب. ربنا يبارك لك يا معلم سالم من فضلك العرض. انت الخسران. رقم تليفونك فورا. ب 105 010 14 88 45 22 يا حاج عبده. ال 10 ب 105 عايز خمسه خد عايز اثنين خد. العرض مش زي بعضه. ادعمنا بصلاه النبي محمد وادعمنا بلايك لهذا الفيديو والعجبك الفيديو اعمل لي اجازه. سلام سلام يا معلم سالم من الناس المحترمه من عم السعوديه بتمس عليك. على
مخنا السعوديه من كمين كريم سمير بيصصع بس عليك خلصنا يا عم الحاج تحت امر اي حد معك. ايوه معلم سامي اللهم صل على سيدنا ما شاء الله. وش معلم قول يا حاج عبدو 10 دكورك بشويه 10 دكوره عمر 3 شهور كم واحد عمر 3 شهور تمام 2 شعاري 3 يا حاج عبدو اللهم صل على سيدنا النبي 4 يا قول شعاري شسير عف اجيت عمر جد كوره بفضل الله يا رجاله 10 دكوره جايه خشنين ومنصور على دماغنا من فوق بتصب عليكم اسيوط على الناس كلها على بسنا من فوق دول 10 دكوره رجاله ما يرضي الله تمام وال10 ال10 بس اللي مش 97 على المعاد تمام ال10 اكلين والدايم تحصلها عند فضل الله دوس ولا دوس اللهم صل على سيدنا. هنا 10 دكوره ببلاش رقم كام؟ رقم 6 يا حاج عبد 6 رقم 7 7 رقم 8 رقم 9 رقم 10 ودعمني الصلاة النبي محمد علي الصلاة والسلام 10 دكورة منوفي وال10 اكلين حاج عبد ال10 كام يا حاج سالم قول لي المهندي النهارده بدلا من سعرهم عجل بتاعهم عامل 13750 لا ما عنديش 137 يا عم عبد البهام دي بيرضي الله عشان ربنا فوق ثم الدنيا بحالها ايوه عامل لك تخطيط عالمي للساده المشاهدين كله دعمنا لصلاه النبي محمد ودعمنا بلايف كام النهارده يا حاج عبده بكام؟ ب 116,000 بكام؟ ب 116 على كام يعني؟ اجلهم 11600 جنيه 11600 جنيه الاقصر حاج سامي بتمس عليك اسيوط الناس كلها بتتابعنا على راسنا من فوق 11600 جنيه يا رجاله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على سيدنا النبي ما شاء الله رجاله بما يرضي الله بما يرضي العرض ده على 11600 جنيه حياه النبي كده يا عم ايمن تدعمني بفرض النبي محمد تدعمني بمشاركه المتابعه 10 اقول يا ايمن الشعاري ب 116000 جنيه يا حاج عبد اعمارهم 3 شهور 3 شهور تمام قول يا حاج عبد بص اللهم صل على سيدنا اول الجلف 10 رجاله دي كره من مالها الطيبه على 10 11600 جنيه ده يرضي الله واللي عايزهم تحت امر ابعت لي عربون ابعتهم له يبقى كان فضل الله تمام يا معلم سالم يا عم نسال النوم مش عارض تاني اقدم لك بقى ايه شويه نوات تفاح شويه نوات دي تفاح اللهم صل على سيدنا النبي 10 الات تفاح يا معلم اللهم صل على سيدنا النبي كم واحد يضربوا نار ال 10 بيضربونا يا رجاله وعقول وما يرضي الله من الطيب اه يا رجاله علم سالم عندك عقول بار عندي عقول بار يا ريس تمام علم سالم اه يا رجاله 10 نادي رجاله عقول شعاعي عقول قديمه العمر كام يا حاج سامي ده؟ العمر 3 شهور يا حاج عبد 3 شهور تمام دول 10 اناتي 10 اناتي عمني بصلاه النبي محمد علي الصلاه والسلام اجلات يا عم عبد بفضل الله اجلات تعمر تمام الله. 10 حلويات فيهم التكيح الايطالي بس العشرة بما يرضي الله سعرهم النهارده عالمي العشرة عالمي اللهم صل بكام النهارده جاموسه والده بفضل الله العشرة تمام بكام النهارده العشرة يا حاج عبد نقول العشرة آلات يا عمار 3 شهور تمام اللي عايزهم رزقه 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 بفضل الله بس كل ما يسمع السعر يدعمني في صلاة النبي محمد ودعمني بلاك حلو بكام العشرة يا حاج سالم بكام النهارده العشرة يا حاج عبد بدل 145 ما عنديش الكلام ده بفضل الله عند ابو الحاج ب 125 في جنيه حاج عبده بكام؟ ب 125 10 انات جاموس طب الناس بتاعتك بتحبك الناس عامله صلاه سيدنا رسول الله ب 118000 جنيه حاج عبده ب 118000 لو طلب العرض حاج سالم يا معلم سيدي طلب عرض ايه؟ تحت امره عجلات يا رجاله مرة عجلات يا رجاله بلد منوفي من مرة طايف عجلات تعمر بيوت وما يرضي الله ان فاتك العرض ده العرض ايه يا رجاله؟ انت الخسران عجلات من مالك طيب ما شاء الله تبارك الله 11800 جنيه بعد ما تصلي على سيدنا النبي فاتحه عظم نظام حلاوه مفيش بعد كده رجاله لا اله الا الله صلى الله عليه كده في قلبك انا معايا جاموس بيصفي النفوس معاك جاموس بيصفي النفوس بيصفي النفوس ومع السلامه يا فلوس معلم سالم ايه الحلاوه دي انا هتعاقده 14 دقيقه رجال 14 دقيقة رجال هم 14 عامل لك النهارده عليهم عرض عالمي زلزال في الاسعار عمرهم 4 شهور يا حاج عبد 4 شهور تمام ما شاء الله تبارك الله العرض رجاله مكون من 14 ذكر تمام يا عم سعد يا بتاع اسيوط يا بتاع اسيوط ادعمني في صلاه النبي محمد ادعمني بلايك وشير
هنا 14 تكر يا عم عبد. تمام. اعمارهم 4 شهور يا ريس. 4 شهور تمام. عايزهم دلوقتي يبعت لي عرض روح يسمع دلوقتي اي حاجه دلوقتي يا عم عبد. تمام معلم سام بالعشرة. اقول احسن من تكر الباري. اقول احسن من تكر الباري. اقسم بالله اقول مدرعات. اللهم صل على عجل الرجال عامل ازاي؟ عجل من صغير من صغره عجل عامل زي العجل السمنتال بيور. اقول لك الحاجه عامل زي عجل انكس ما شاء الله تبارك الله. يا معلم سالم قول لي 14 دقيقة بكام دول؟ النهاردة يا حاج عبدو ال 14 اعمار 4 شهور. تمام. عايز ال 14 بعمله. تمام. عايز لهم 5 ابيع له ال 14 حاج عبدو سيرم زي بعضيهم. تمام. في كبير وفي جلي. اما ال 14 سيرم واحد، البهام دي بما يرضي الله بدل من عجلهم عامل 21 لا كتير. بما يرضي الله ال 14 بما يرضي الله متوسط عجلهم 13750 جنيه. ودي حاج سالم. عجلهم الوحش 13750 يا حاج عبده. 13750 جنيه. واللي طلب العرض ده تحت امر الجميع. 13750 العجل ده. يبقى عندك 14 ذكر في 13750 جنيه. ودي حاجه سهله. انا بكلمك بما يرضي الله. انا عايز الناس تاكل عيش بما يرضي احكام الحاكمين واللي عايزهم رزقه. بس كله دعمني في صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو قلبك ذرة حب النبي فوق تصلي عليه. 13 750 واللي طلب العرض ده شمال بعضه. رقم التليفون فورا. رقم تليفون 010 14 88 45 22. ولو قلبك صلاة سيدنا رسول الله تعمل لايف دلوقتي وتعمل صلاة سيدنا النبي. 14 في 13750 جنيه. واللي عايز منهم 5 ابيله. واللي عايز منهم عجل واحد حاج سالم. تمام. وكله دعمني في صلاه النبي محمد. صلى الله. ودعمني بلايك وشير واكسب له. والسلام عليكم ورحمه الله يا حاج عبده. حاج سالم انت مش عايز تقرا بقيه البايم؟ لسه. خلي ربنا يستر على المعلم. ايه؟ خلي ربنا يستر. يا معلم سالم خش على عيول بار كده الناس عايزه عيول بار برضه. البار يا حاج عبده عندك. البقى رجالة اهو البقى رجالة في سمنتال فلسطين ما شاء الله تبارك اللي عايز عرض يا رجالة معلم سيبها صوره على الواتس يبعتوا له رقم التليفون حق سالم 10 14 88 45 22 ادعمنا الصلاة سيدنا النبي ودعمنا بلاك حلو كده اشكرك يا معلم سالم السلام عليكم ورحمة الله